مرحبا بكم في أخبار اليوم، معكم محمد العومي مقدم البرنامج فرجة ممتعة في قناتكم كوكب الفن. دنيا بطمة تكشف تفاصيل تعرضها لحادث بعد خروجها من المحكمة. صالح الجسمي يكذب دنيا بطمة. نجوم مغاربة يساندون دنيا بطمة بعد الحكم عليها بالسجن. بعد فقدانها البصر فاطمة الرقراقي توجه رسالة مؤثرة للجمهور المغربي. لاعب شهير يفضح مقلب رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي. لمشاهدة هذا الفيديو أتمنى أن تشتركوا في قناتنا وتضغطون على زر الإعجاب حتى ترقى قناتنا نحو الأفضل. أتمنى ألا تبخلوا علينا، هيا بنا. دنيا بطمة تكشف تفاصيل تعرضها لحادث بعد خروجها من المحكمة. أكدت الفنانة المغربية دنيا بطمة أن أشخاصا حاولوا ضربها في بطنها أثناء خروجها من المحكمة ليلة الأربعاء الخميس، ما سبب لها مغصا حادا، خاصة وأنها حامل في شهورها الأخيرة. وكتبت دنيا بطمة عبر ستوري حسابها الشخصية على موقع الانستغرام: مصيفتين وحدة ضربني الكرشي، واو حتى لهالدرجة عندكم نقص، لهالدرجة كتحسوا بالانهزام في الداخل ديالكم. وتابعت قائلة: والله أنا سعيدة جدا بما تفعلونها، كل يوم أتأكد أنكم ضعفاء لأبعد الحدود، استمروا وشكرا. يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش قررت في الساعات الأولى من يومه الخميس الحكم على الفنانة المغربية دنيا بطمة بثمانية أشهر سجنا نافذا في حق الفنانة المغربية، فيما قضت في حق شقيقتها ابتسام بسنة واحدة سجنا نافذا وغرامة 10,000 درهم، وسنة ونصف سجنا نافذا في حق مصممة الأزياء عائشة عياش. صالح الجسمي يكذب دنيا بطمة. دخل الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي على خط خبر إدانة الفنانة المغربية دنيا بطمة في قضية حساب حمزة مومبيبي والحكم عليها بالسجن لمدة 8 أشهر نافذة. وكذب الجسمي تصريحات دنيا بطمة التي أكدت خلالها أن المحكمة برأتها من التهم الموجهة إليها بخصوص تسيير حساب حمزة مومبيبي، وقال أنها مدانة إدانة كاملة ولا يوجد متورط في تلك القضية نال براءة من التهم. وأرفق تدوينته بمنطوق حكم قيل أنه يخص القضية، وجاء فيها: نصرح أن التحقيق أنتج أدلة كافية على ارتكاب دنيا بطمة جنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريقة الاحتيال. وتابع في تعليقه: الأوراق التي نشرتها واضحة وصريحة، وأتمنى من الحسابات الخليجية عدم تضليل المتابعين. يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش قررت في الساعات الأولى من يومه الخميس الحكم على الفنانة المغربية دنيا بطمة بثمانية أشهر سجنا نافذا في حق الفنانة المغربية، فيما قضت في حق شقيقتها ابتسام بسنة واحدة سجنا نافذا وغرامة 10,000 درهم، وسنة ونصف سجنا نافذا في حق مصممة الأزياء عائشة عياش. نجوم مغاربة يساندون دنيا بطمة بعد الحكم عليها بالسجن. قدم العديد من النجوم المغاربة دعمهم ومساندتهم للفنانة المغربية دنيا بطمة بعد صدور حكم ابتدائي ضدها قضى بسجنها لمدة 8 أشهر نافذة. وعبرت الممثلة المغربية رجوى السهلي عن حبها ودعمها للفنانة المغربية قائلة من خلال تدوينة نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع الانستغرام: الله يحميك ويقويك، كنبغيك بزاف، انت الاقوى والرقم الصعب، الله يرزقك كل خير وله لا يضرك.
وكتبت مريم القصيري مقدمة سارة نجوم الأولى عبر نفس المنصة. علاقتي بدنيا بطمة تمتد لأكثر من 5 سنوات، وفات السنين ما شفت منها غير الخير، لا أنا ولا كان الناس اللي كنعرف. يمكن عصبية ومتهورة وردودها بعض المرات في غير محلهم، ولكن راه صعيب هذا الخبر اللي نزل. كوني قوية صديقتي والمحنة غادي تدوز. أما الفنان الشعبي نبيل ناصيف فعلق على الموضوع قائلا: قضاء وقدر، وعسى أن يحدث ربك بعد ذلك أمرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. بعد فقدانها البصر، فاطمة الرقراقي توجه رسالة مؤثرة للجمهور المغربي. نشر الممثل المغربي هشام الوالي يومه الجمعة صورة له رفقة الممثلة القديرة فاطمة الرقراقي، وجهت فيها هذه الأخيرة رسالة مؤثرة لجمهورها المغربي. وجاء في تعليق الوالي على الصورة: الفنانة الكبيرة فاطمة الرقراقي تتمنى لكم عيد أضحى مبارك كريم. قالت: واحد الحاجة زوينة أثرت فيا، قالت: ليس مهم أن ينساني الناس، المهم هو أني لم ولن أنساهم، والأهم أني أحبهم جميعا بلا استثناء. وحرص العديد من متابعي الوالي على تمني الصحة والعافية للفنانة المغربية القديرة، والتي غابت عن الساحة الفنية بسبب أزمة صحية أفقدتها بصرها. لاعب شهير يفضح مقلب رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي. صدم اللاعب المصري محمود كهربا نجم النادي الأهلي الكثيرين بعد الاعتراف بمعرفته المسبقة بمقلب الفنان رامز جلال في برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض في رمضان الماضي. وأكد كهربا خلال استضافته بقناة الأهلي أنه كان على علم بالمقلب قائلا: لو تابعت ردود أفعالي هتعرفوا أني كنت بمثل كويس. وأضاف: نفسي أتعلم التمثيل والله، ولو شفتوني في برنامج رامز جلال في شهر رمضان هتعرفوا أني بمثل كويس ولا لا.